يقول: كيف نرد على من يقول بعدم استئذان ولي الأمر في جهاد الدفع الدفاع عن النفس؟ ما عنده دليل علشان نرد عليه. أصلا هو مخطئ في هذا، ما ينظم الجهاد ويقود الجهاد إلا ولي الأمر، أما الفوضى ما تصلح، الفوضى ما تصلح. لكن لو دخل عليك واحد في بيتك هذا صائل، لك أن ترده بالأسهل فالأسهل، ترد الصائل عليك في بيتك. نعم.